اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير وكيف ما تمنيتي وانتم والناس اللي كتبغيو والناس اللي ما كتحبوهمش الاشرار اللي كيأذيوكم الله يبعدهم عليكم. قبل ما نبدا واحد السيده كتبات لي واحد المره وعاودت كتبات لي عاوتاني تعليق، ملي كنجي نصلي كندعي فيك وقريبا ربي غيخلصك. وانا غنقول لك شكون انتي؟ الامام البخاري سير الله يمسخك. علاش الله يمسخك؟ حيت ملي كنصليو سمحولي ملي كنجيو نصليو ما كندعوش في الناس، لان ملي كدعي في الناس ربي كيرد لك الدعوه، وانا ما كيتسني حتى شي حاجه وما مادي حتى شي واحد. ولا كنت كنتقد انتقاد بناء كنهضر على الفيديو كنحلل وكنناقش فهذا من حقي، وانا ما ديت حق حد، ما ديت رزق حد، ما خديت حتى وحده راجلها، ما خديت حتى وحده فلوسها. دونك هاد الهضره هادي راه ما كتزيد فيا ما كتنقص فيا، بغيت نحشمك باش ما تبقايش تكتبيها. وكون عرفتي راسك انت انسانه سويه كون ما بقيتش كتمسحي داك التعليق، انت كتكتبيه وتمسحيه. وغنقول لك الله يمسخك تولي قرضه. امام بخاري كيدعي عليا اختي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على رجل سعاد والشكايه. الناس اللي كنتو كتقولوا لي سهام كتكذبوا، سهام كتمثلوا، سهام فين الشكايه على سعاد ما بغاتش دير، يعني كانوا الناس محروقين عليها اللي كيبقى فيهم الحال بغاو سعاد دير شكايه، وكاينين الناس اللي كانوا غير كيبغوا يقولوا هكاك باش يديروا لنا واحد شي شويه الضغط والشوشره كيسحب لهم حنا كنكذبوا وكنمثلوا. فهذوك الناس غادي نقول لكم انا من داك النوع اللي ما كنبغي نخرج حتى شي حاجه حتى المعني بالامر هو اللي كيخرج وكيقول. بحال رجل سعاد فاش كان كيكون عنده شي حاجه ما كنجيش ونخرج لكم بحقائق او هذه وهذه، حتى كيخرج هو يهضر وانا كنحلل ونناقش كنقول لكم، فهمتوا؟ وهذا الشيء ديال الدعوه والشكايه، واخا انا عندي الخبر، انا سقت الخبر مؤخرا، سقتها البارح باش نكون ما نكونش كذابه، سقت الخبر البارح، ولكن ما يمكنش لي نخرج بفيديو ولا نقول لكم ولا حتى هي المعنيه بالامر خرجت لي بفيديو. انا مازال ما تفرجتش فيه، بان لي غير العنوان الدقيقه الاولى فهمت انها داكشي اللي قالت لي دارته. يعني هذاك الشيء كيبقى بينه وبينها وبين السريعه وبيناتهم، مهم القانون غادي ياخذ مجراه وهما بيناتهم. بالنسبه لهذاك السيد هو غادي نهضر عليه اللي خرج كيقول على البقعه الارضيه، ما البقعه الارضيه هو اللي غنهضر عليه في الاخر، خليكم معايا. غنبدا بالمفرقع من بعد ما شاف الشكايه كيضحك الخلعه ضحكات، وكيضحك وكيموت بالضحك، يقول لك عادي، وكيهضر على الجمعاوي الزروالي كيقول لك زعما انت اش بينك وبيني وانت علاش كتدخل بيني وبين مرتي. ايوا السيد شاف واحد الانسان مظلومه ومحقوره وانت حقرتيها ومرتك حقراتها، ايوا تهضر على الجمعاوي سير هضر على ديك مرتك اللي خرجات. انت كتقول حنا شنو درنا؟ مراه مسكينه تزوجات وجات وقات بنات ورقات ولادي، هذيك الهضره ما غاديش تضحك علينا حنا الشعب المغربي وتقولها لينا. مراتك خرجت قذفات وسبات واتهمت سعاد بالعهر، اتهمتها بالفساد، اتهمتها بزاف ديال الحوايج خايبين. مرتك ملي كنا كنقول لك انت بعدا كون كانت في النفس، مرتك خرجت وصفات الجسم ديالها، وصفات ووصف يعني الغوز وزيد وزيد بلا ما نبقى نوضح ليك، وصفات الطريقه، وصفات كيفاش، وصفات سعاد معاك، هضرت على شي حوايج اللي خاصين اللي حشومه. هادشي هذا كيمسنا حنا كمغاربه، ما كنبغوش نشوفوا هاد الشوهه وهاد الفضائح، لان حنا مغاربه وكنبقاو ناس محافظين، كنبقاو الثقافه ديالنا مهما تفتحنا عندنا حدود. وانا شفت ناس ساقوا القضيه ديالكم الخبر وقال لك حنا الكور وما نقدروش نديروا بحال هادشي هذا، حنا مسيحيين ولا يهوديين وما نقدروش نديروا هادشي هذا اللي كيقولوا هاد الناس ما بيناتهم، يعني غير السب والشتم والفضائح. وغنقول لك راه انت اللي بديتي، ياك غنقول لك انت اللي بديتي، وغنقول لك مرتك بدات، انت خليتي مرتك وكان عندك داكشي عادي، وكتقول بناتي غنصيفطهم عند امهم. حتى لدابا ملي كنا كنقول لك صيفط البنات صيفط البنات صيفط البنات صيفط البنات صيفط البنات، دابا حتى كبرات عاد بغيتي تصغرها. هاد الهضره هادي ملي كنت كنخرج انا وكنصحيك وكنهضر معاك، وحتى دابا غادي نهضر في صفك، دابا غادي نهضر في صفك واحد القضيه، لان دوا فينا وجوع علينا، الحق حق، حنايا هنا كنقولوا الحق. بالنسبه للبنات حتى دابا عاد راه غيمشيو يشوفوا امهم، وملي هادي شهرين ولا 3 شهور ما شافوش الام ديالهم، وخارجين من فيديوهات ماما ماتت ما كنحملكش، كتتهمها، المهم اتهامات خطيره، كتشوف امها كتقول لها مشعويده ماما صحاره، اكثر من هادشي هذا، اكثر من هاد الشوهه هادي، انت اللي كتقول ما درتي والو وكتضحك. ولكن انا فهمت الضحكه ديالك، الخلعه الخلعه تلقي مني والخلعه شدي مني، يعني انت عارف راسك شنو داير. بالنسبه للسيد انا غادي نقولها ليه، السيد اللي خارج دابا فين ما ندورو نلقاو، فين ما ندورو نلقاو، انا ما غنتعاطفش معاه وغنقولها ليه في وجهه، لان انت
الاخ اللي في مراكش اللي قلتي نصب عليك، الهضره ديالك ما نغمتنيش، ما قنعتنيش. الهضره ديالك فيها ان، الهضره ديالك فيها شي شويه ديال التخلويض، الهضره ديالك ماشي صافيه 100%. هو يا هو راجل سعاد خرج بواحد فيديو الفرقع هضر، حسيت بهضرته حقيقيه يعني فعلا. انا واحد هو انت غادي عنده باش يدعمك ياك، وغادي هو مخلص عليك غدا، هو مخلص عليك عشاء، هو هادي ومازال خصو عنده البنات وعنده مرتو، ما يمكنش يدخلك عنده للدات بات. هضرتو على حق في القضيه هذه، جاتني حقيقيه. اللي ما عجبتنيش فيك انت واللي ما نغمتنيش هو انت بديتي بالشر، لان انت شنو درتي؟ علاش هو ما خلصكش وضحك عليك؟ انت مشيتي سينياليتي القنوات، ضربتي القنوات، ما خليتي حتى قنوات، درتي الكوبي رايت، ما خليتي ما درتي، دونك انت درتي الشر. سنغمل ما تخلصش عليه، عادي تستاهل، عبر عليك. بالنسبه للارض، واش كاين شي واحد كيعطي ارض؟ وتفرجت البارح في اللايف ديال خديجه ماروك تي في، تحيه لها من هنا. دخلتي كانت كدوي معاك يوميات احلام، كنتي كتخرج وكتدخل في الهضره. واش انت باغي تعطي ارض على ود الدعم؟ وهذيك جوج المليون سير بيعها وغدعمك شي، شنو نقول لك، نقدر نقول لك 8 القنوات ولا 7 غادي يدعموك، يعني دير غير كل واحد 2000 3000 درهم غادي يدعموك. يعني انت قلتي واحد الهضره اللي غير مقنعه، فهمتي؟ وكيف ما كيقولوا كطيح البقره كيقوى الجناوه، انت بغيتي تطلع على الموجه وبغيتي تبقى تخرج تنقز من هنا لهنا 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 هنا، وحنا نتيقوك. لا بركه ما نبقاو نستحمروا في الشعب المغربي، لان الشعب المغربي واحد الشعب اللي ذكي. تحيه لخوتي وخواتاتي الجزائريين والتوانسه اللي متبعيني تما متبعيني. بركه ما تضحكوا على الناس، بركه ما تكذبوا على الناس. انت براسك كتدخل دابا دوك الفيديوهات، كل مره تطلع لنا مع صحافه، كل مره كل مره كل مره باش تطلع على الموجه، راه انت غلطتي وغلطتي في حقه وغلطتي في حقنا كاملين القنوات اللي ضربتينا. وفاش غلطتي في حقه هو؟ غلطتي في حقه ملي كتكذب عليه، كتقول عطيتيه ارض وهو ما بغاش. انت راه ما عطيتيه لا ارض لا والو، انت كتكذب على راسك. انت بغيتي تضحك عليه، بغيتي دير ليه التنويم مغناطيسي ولا معمول تضحك ليه، بغيتي دير ليه ديك ها هو عاقبك دفع لك التليفون. من حقه، من حقه اخوتي، لانه عنده بنات في الدار. السيد ما جا حتى ريال، لا ريال لا جوج، وغادي بات عنده. هو عنده البنات في الدار، عنده ثلاثه البنات، ثلاثه العيالات، يعني جوج بنات ومراه. وهو ما يمكنش، هذه من حقه. انا نقول ليه اي واحد يديرها، وانت كتقول انا ضربت القنوات وانا غلطت وانا ايوا غلطتي، وبغيتي يخلصك في القنوات، ايوا غلطتي خلص. وباش عرفتك انا كتزيد فيه، دخلت عندك انا اللايف ديالك وقلت لك كتب لنا اسم القناه، القنوات اللي ضربتي، قول اسم القنوات، عالج، اصلح داكشي اللي خسرتي. ما كدير باسك ما شتيش الميساج وانت راك شفتيه. والبارح سولاتك الاخت خديجه، قالت لك راه الناس كيقولوا انت كنتي كتلعب في الاجوبه، انت بغيتي تطلع على الموجه وبركه. لا حنا دابا خلينا مركزين معاه في القضيه ديال بناته ومع امهم، حنا كنشوفوا شنو غادي يديروا. وكنتمنى الله يصوب لهم، كنتمنى هذا الشيء هذا يكون موعظه لهم، يجمعوا راسهم ويجمع مرتو. مرتو اللي كتقول ما دارت والو، ذنبها انها تزوجات وعندي جوج بنات وعندي جوج ولاد. لا، مرتك منها اللي جات وهي كتخرج لديك السيده، مرتك منها اللي جات وهي كتبروفوكي ديك السيده، كتخرج بنتها كتبروفوكيها، كتبقى تخرج بنتها، يديروا اغاني، يديروا داكشي ديال العيالات اللي كنتي انت ما كتفهمش فيه. فحنايا اللي عندنا قنوات المتتبعين كنشوفوا بعينينا كلنا على ان ديك السيده منها اللي جات وهي كضرب سعاد، منها اللي جات وهي كضرب لها في الشرف ديالها، كتلعب لها بالمشاعر ديالها. وحنا كامهات، انت اللي كتقول بصفتكم ياش، حنا بما اننا امهات ومغربيات وعندنا غير على بلادنا، ما غنبغيوش يكون العقوق، ومن حقنا نهضروا حتى حنايا، ومن حقنا نعبروا والناس يعبروا في التعاليق، والاخرين يكتبوا، صحاب القنوات يعبروا في فيديوهات، واللي ما عندوش قناه يعبر في التعليق. هذا الشيء هذا شغلنا، وحتى واحد ما يقدر يمنعنا منه. حيت ضحكوا على الناس وتستحمروهم، لا، هذا هو الدور ديالنا حنا صحاب القنوات، نوعيو الناس، الناس نفقهوهم. كاينين الناس واحد الفئه كبيره اللي عاقه بكم وعافاكم كتضحكوا عليها، وكاينين واحد الناس مساكن قليله، فئه قليله كتضحكوا عليهم. حنا لا، كنجيو كنوضحوا الحقائق باش ما تبقاوش تضحكوا على الناس. الا بغيتوا تخرجوا ليها سعايه وطلبه نيشان، مرحبا، شغلكم هذاك. الا وجهكم قدرتوا تسعوا وتطلبوا، واخا اما تضحكوا على المغاربه وتبقاو تمثلوا عليهم فبركه. حنا بغينا شي واحد اللي عطانا شي حاجه اللي زوينه، اللي تزيد بينا بلادنا القدام، اللي هاد الجيل هذا الجاي يستفد، ماشي المدابزه والوصف ديال العلاقه الحميميه بين الزوج والزوجه وابشع الاوصاف كنتو كتقولوهم. وزيد 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 وزيد، يعني اليوتيوب مغربي، يوتيوب مغربي ولا بحال شي حمام، خاص العيالات يدخلوا يهزوا السطوله ويهزوا الصابون البلدي والقباب صافي، ويبداو يتكسلوا. انتم كتخرجوا كتكسلوا علينا، انتم عندكم ارباح كتربحوا، كتطلعوا في قنواتكم وكتدخلوا مداخل كبيره،
حنا شنو كيوقع لنا كتشوهونا كمغاربه، وهذا الشيء هذا كيمس بالصوره ديالنا، وحنا بطبيعه الحال مغاربه، وغنقول لكم ما تبقاوش تشوهونا بلادنا. حنا بغينا بلادنا يكونوا فيديوهات في المستوى اللي تستافدوا منهم الناس، تكون التوعيه، يكونوا فيديوهات اللي غادي يزيدوا بهذا الجيل القادم ان شاء الله، الجيل هذا ديال دابا يزيد بهم القدام. بحال هذا الشيء هذا اللي بغينا يطلعوا، بحال قنوات ديال تعلم لغات، قنوات ديال كتعلمي كيفاش تنظمي حياتك، وزيد بلا ما نبقى نطول عليكم. اما بحال هذا السفاهه والتفاهه والحقاره، انت اللي كتقول الحقاره، راه ما كاين ما حقر منك، لان انت راه داك الشيء اللي درتيه شنقول لك ما بقيتش كنحترمك عليه، راه كزتي فيه. ايوا خوتي غنقول لكم الفيديو ديالي غتسالى هنا، وشكرا لكم التعليق زوينه ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك، راه في اخر فيديو نسيتوني في لي لايك، ونسيتوني في التعليق، والمشاهده هي هابطه. راه هذا السيد هذا قتلنا بالسينيال، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والاخر اللي هضرت عليه حتى هو خدمه وخرج على بزاف ديال القنوات، الله يهديه. الشريف انت راه كنتي كتفرج في الفيديو ديالي، سرح لهذا الشيء اللي درتيه، ومن طبيعه الحال ندعموك ونوقفوا معاك تطلع قناتك، لان قلتي ما فحالكش. واخا قنواتنا حنا باقيين صغار، ولكن ندعموك، داكشي اللي عندنا نتقاسموه معاك، ولكن سير حيد داكشي اللي درتيه، راك خرجتي علينا وخرجتي على بزاف ديال القنوات. الفيديو ديالي غيتسالى هنا، يرحمك عليكم.